الله الرحمن الرحيم. واصل على بركة الله جلسة هذه الندوة القومية العزيزة إلى النفس، ندوة تذكر الرجل الذي صنع أمة، والأمة التي تباع على أعلى من رؤوسنا في هذه الساعات الحركات من تاريخنا. وبداية نشكر المجلس الأعلى للثقافة على الاستضافة الكريمة لهذه الندوة ولهذه النخبة المميزة من المفكرين والخبراء، وأحييهم جميعا. كما أحب أيضا أن أقول أن هذه الجلسة بإذن الله سوف تكون ثرية ومفيدة، لأن فيها من أهل الخبرة والعلم والشباب ما يجعلني أتوقع أن شيئا مهما سوف يقال فيه. وحتى لا نضيع الوقت، أبدأ بأستاذنا الكبير المفكر اللبناني الكبير الأستاذ أسعد الصحمراني، وهو يعني أظن ثلث ساعة ربع ساعة أنزل من مستوى الدكتور جمال بربع ساعة، لكن القادمين من لبنان يعني لهم ربع ساعة وخمس دقائق. تفضل. بسم الله وحزب المؤمنين معاصر المقاومين خاصري العزة والكرامة، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسوله تعالى. سعادتي ضافية بوجودي بين هذه الكوكبة العلمائية المناضلة من أهل الأمة العربية. وجودي على المنصة لا يضيف شيئا لمن يجلسون ويتحلقون في هذه الجلسة، لأن الجميع يمتلك من الخبرة ما يمتلك، لذلك أطلب منهم أن يترأفوا بحالتنا أن قصرنا في بعض الجوانب. ثانيا، أحب أن أفتتح باللقب المحبب إلي أحسن الظن بثاني في فلسطين، تسموني عاشق القدس. أنا اسمي الرسمي يكاد تقريبا اسمي الأصلي يلتغي أو يلغى لأكون عاشق القدس. وسعادة السفير الدكتور أشرف عقل الأخ العزيز وسعادة المحافظ الدولي يعرفون هذا المكان جيدا. أشكر حضور الجميع في هذا المنطقة، وأبدأ كلمتي بمحمد الله تعالى بأن عبد الناصر في ذكراه الخمسين لم يرحل. أنا اعترضت بالأمس في برنامج إذاعي مع صوت العرب على مفردة ترحيله. أولاً في المعنى والفهم الديني، النفس ترجع إلى خالقها، والرجوع إلى الخالق فيه تسامي وتعالي، لأنها تنطق. ثانيا، عبد الناصر لا يرحل ولن يرحل. عبد الناصر موجود بيننا في حيثما ادم البصر. فما دام محورنا في النظام الدولي وتاثير جمال عبد الناصر فيه وفي مساره، وسنحدد متداخله في هذا الجانب، فيكاد الواحد منا لا يجد موقعا في العالم الا ولجمال عبد الناصر فيه حضوره. هناك من يعاديه، هناك من يصادقه، لكن فرض نفسه على الجميع كما لم يفرض نفسه اي مسؤول او قائد او رئيس في المئة سنه الماضيه وفي العشرين التي مضت في مفتتح هذا القرن. وهذا الحضور طبعا رغم حداثه السن دل على نباهه وفطنه واستشراف المستقبلين. وأهم مشاكل في النظام الدولي كيف أن عبد الناصر بعد ثلاث سنوات من الثورة ابتكر مسألة مؤتمر بنجوم ليصنع حياة إيجابية بعد
بعيدا عن الاستقرار الدولي، لان عبد الناصر كان هاجسه الاساسي، وهذا هاجسنا جميعا، ان التابع لخصم او لخارج لا خير فيه. وانا في جمله صغيره من اربع كلمات احب ان اكررها دائما لما سمع حبائي، قلتها مره في لبنان وزهره مجرى المساء، اقول فيها: لا يحمي الاوطان تابعا ولا يحفظ الكرامه دائما. يستحيل التابع لمستعمر ولاجنبي ولعاصمه اخرى ان يحمي الوطن، لان الاحرار هم من يصنعون الحريه كما قال جمال عبد الناصر. التابعون هم عبيد والعبد صوت سيده. ولذلك يا احبائي، عندما ترون مسكونا او كاتبا او صاحب قلم يؤجل قلما، يؤجل فكره، يؤجل قناته الفضائيه او قناته الالكترونيه، او يؤجل موقعه السياسي، عليكم ان تنبذوا اليه على سواء. وهذا الكلام ليس من عندي، هو ايه كريمه من سوره الانفال: فاما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. لهذا السبب يجب ان نلقي صفوفنا من كل التابعين لخالد. انا افهم انه صادق. ولهذا يا احبائي، مبادئنا هي الاساس، وهذا ما كان عليه جمال عبد الناصر. وهناك عباره اخرى ايضا استنبطتها من فكر جمال عبد الناصر وجرت مجرى المثل، اقول فيها: ان وقفت على قدميك في هذه الدنيا يكون لك مساحه في هذا العالم، واذا وقفت على مبادئك يكون لك العالم. وهذا ما قاله جمال عبد الناصر صاحب الذكرى: من عاش بلا مبدا مات بلا شرف. لذلك يا اخواني الكرام، نحن بحاجه في العمل الدولي وفي السياسه الدوليه ان نعيش على مبادئ، ان نعيش على قيم. ولهذا جمال عبد الناصر كان دائما يردد له على في عز الصداقه مع السوفييت بان لا نحتاج لطلب يوبي اوامره ولا بشرط ان يوبي علينا ما يريد او يصور فكره الشيوعي، كان يضع الشيوعي في مصر في السجون ويذهب الى مصر. هذا ما نريده نحن اليوم من اجل ان نصنع امه حره لشعب الكرد. قل عددنا ام كثر؟ وهنا عليكم ان تتذكروا يا احبائي ما قال الشاعر العربي: تعيرنا ان قليل عديدنا، فقلت لها ان الكرام قليل. وملح الطعام ليس بكميه كبيره، وخمير العجين ليس بكميه كبيره. لذلك نحن اهل الامه، اهل خيار العلومة الحضارية الجامعة، وخيار المواطنة، وخيار المقاومة، لن تهزم ارادتنا، لا واشنطن ولا اي عاصمة في العالم، لا هذا ولا ذاك من الحكام، سنبقى ثابتين على مبادئنا، وان قضى احدنا يستنبت من دمه الف الف مقاوم. هذا هو فكرنا وهذه مبادئنا. على هكذا تربينا نحن عندما رضعنا حديث امهاتنا، تربينا احرارا اعزاء. اليوم نحن ترون عندنا في لبنان صار تغيير مؤخرا بسيط جدا على فكره، بمناسبه اعلان ضخم قسم من الاعلام الماجور ضخم المساله. ولكن عندنا في كل مره قصف العدو الصهيوني تم الاحسن بكثير. واتى عندنا ماكرون فكر حرب الجرود 1920، لكن اقول لكم بكل محبه، نحن في السياسه الدوليه هزمنا في المشرق حلم بغداد بدعم القاهرة ومصر العروبة والقيادة مع جمال عبد الناصر، وطردنا الأسطول السادس الأمريكي بمنازل بدائية. بالحجة الثانية رحمنا الأمريكي والفرنسي والإيطالي، واليوم بإذنكم وأنا متقدم في السن، من هم أكبر مني سنا وأصغر مني من الأحفاد، يجهزون المطرد أي غاصب واي غاص ياتي الى بلادنا، لا نهاب، لا سلاحا، ولا طائرات، ولا شيء، لان الاراده المؤمنه لا تغلب اراده الارواح، لا تغلبها طائرات الاشباح. هذا يجب ان نزرعه في نفوسنا، يجب ان نستنهض الامه، لا
أنا أحتاج الإمكانيات أنا للقراءات في كتب التاريخ وكلنا نحفظه. في بعض منتدياتنا يجلس أحدهم على المنبر رفعاً للنشر أنا أستاذ كبير أنا بالمناسبة يعني عزرا بحكة المنصة يعرف أنا أستاذ جامعي ورتبت الجامعية من 27 سنة وخرج الدكتوراه وطول بالجامعات الترقيات لكن هذا دعوه جانبا قيمة أي واحد فينا عندما يسمى عاشق القدس عاشق فلسطين عاشق العروبة عاشق المواطنة عاشق الإرادة الحرة هذا قيمة أي واحد فينا لا الألقاب العلمية ولا الأستاذية ألف بالدولة المحطة باسم ولا بأي شيء آخر لذلك يا أحبائي في النظام الدولي أول مسألة كيف نصنع الكرامة هذا ما صنعه جمال عبد الناصر عبد الناصر صنع الكرامة للأمة عندما ذهب إلى الأمم المتحدة دخل وأدخل معه اللغة العربية صعد من دون العدو الصهيوني خرج فخرج العالم معه هذا هو جمال عبد الناصر يحرك العالم كما يريد كان يسقط حكومات ويسقط حكومات ولذلك اليوم نحن نحتاج من جديد وكنت أكلم بعض الإخوان في الأيام الفارقة هنا في لقاءاتنا نحتاج نحن اليوم إلى دور مصر أن يقود الأمة العربية والعالم الإسلامي والعالم الأفروازي عندها نعيد البهاء للسياسة الدولية لجمال عبد الناصر ونعيد التجلي والأمن القومي لمصر وهو مستهدف الآن من الشرعية الاختراقات الصهيونية في شرق الصحراء في أفريقيا ومنها سد النهضة تستهدف ليس الأمن المالي تستهدف الأمن الاجتماعي والأمن العسكري والأمن الاقتصادي والأمن السياسي وكل شيء وكلما بقيت هذه المدة السرطانية الغاصبة لفلسطين الكيان الصهيوني وسامحوني أن لا أقول دولة إسرائيل لأن يعني إسرائيل هو الاسم الثاني ليعقوب ويعقوب وشيء آخر والكيان الصهيوني الغاصب هذا الكيان ما دام بقي يهدد الأمن القومي أيضا في مصر وتمدده يبقي موقع في العالم ثم الحركات التكفيرية والإرهابية استهدفت من أيام جمال عبد الناصر إلى يومنا هذا مصر أولا لأنهم يعرفون لو لا سمح الله اختل الأمن القومي في مصر وهي الإقليم القاعدة وهي المرتكز للعروبة والمرتكز للإسلام والمرتكز لأفريقيا وآسيا سيختل الأمن في العالم هذا كله لذلك يا أحبائي وخاصة الخاطب أهل مصر الكرماء والوزراء والمناضلين وهم كثر في القاعة ولا ينزعج مني إخوة من الأقاليم العربية الأخرى نحن مع مصر نعز ومع أمن مصر يتوفى إستوافى أمننا ومع كرامة مصر تتحقق كرامتنا دلوني على مرجع في العالم الإسلامي والمسيحي يصلح لقيادة المسيحيين للكنيسة المصرية ويصلح لقيادة المسيحيين للأزهر الشريف ثم دلوني على موقع يمتلك ما تكلم به المرحوم دكتور جمال حمدان عبقرية في المكان على المنطقة الأفرو آسيوي في الأمة والأفرو آسيوي في عالم ثانية جاكرتا المحور الذي نحبه جميعا ونصر الله مالك البلدي الذي كان مطروحا في الدكتور لذلك نعم مصر هي القيادة وعندما ينكفي قليلا دور مصر تتمدد الدول في الإقليم كما يحصل الآن فتمد يدها إلى ليبيا وإلى اليمن وإلى سوريا وإلى العراق وإلى فلسطين وإلى غيرها لماذا؟ لأنه عندما تغيب الملائكة يحضر الشياطين فيا أحبائي إذا أردنا للأمن القومي لمصر ولدور مصر وللنظام الدولي بمفهوم عبد الناصر أن يعود علينا أن تأخذ مصر دورها في ريال وريالي في هذا العالم ونحن لا نريد أن نكون حلفائها نحن نكون جنود مصر نقاتل معها نمشي خلفها حتى لا يظننا أحد من ذلك وخاصة المحور الأمني الأساسي بلاد
الشام مع وادي النيل، القاهرة مع دمشق وبغداد، ومع دمشق أكثر. وكلكم بتعرفوا معي عن جيب معلوماتكم أنه في مصر في الجيش الثاني والثالث والجيش الأول في دمشق. لابد من هذا التكامل الأمني في المنظومة العربية لنفرض أنفسنا على السياسة الدولية. واليوم خاصة وأهم هذه النقطة، دول البريكس الصديقة تتزعمها الصين التي استطاعت في الحرب الناعمة أن تبني الزند الأوروبي الغربي والزند الأمريكي. وهي حليفتنا، وهي مدينة لنصر عبد الناصر لأنها أول من احتفل بها سنة 57. عندنا مخزون كبير وعندنا ثقة في الأمة. أنا متفائل جدا، عندنا في الأمة مخزون يحافظ على وجودها وصيرورتها وديمومتها. هذا هو الإيمان الديني، ولا أقول الإيمان الإسلامي أو المسيحي، الإيمان الديني المنفتح بسماحة المسيحية ورحمة الإسلام. وليسمى من العروبة التي هي مخزوننا الأساسي الذي لا ينضب، فأرحام السيدات عندنا لم ترحم، سنبقى نجيب أرواحا تقاوم أشباحا. والسلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذنا الكريم على هذه الكلمة التي أنصح المنظمين للمؤتمر بإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم، كي تكون كلمة تذكارية لبعث الروح الوطنية والقومية وإعادة الاعتبار لمفهوم مكانة العالم العربي في قلب العالم ومكانة مصر في إدارة المجالات. شكرا أستاذ. الآن من حسن حظنا جميعا ننتقل إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور جمال الزهران، وهو طبعا قامة كبيرة في العلوم السياسية، وطبعا لأنه يعني صديقي ف 15 دقيقة هو هو جاي من السفر جمال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نتكلم في ذكرى 50 لرحيل السعيد طه. وفي الحقيقه يعني عايز اقول انه رغم مرور 50 سنه، لو قارنا عبد الناصر بالزعماء على مستوى التقدير وعلى مستوى العالم ما لهمش هذا التاثير. وبالتالي عبد الناصر ده يبدو ان هو يعني شيء متميز، مخلوق متميز، سواء من حيث ان هو له كاريزما مختلفه، سمات شخصيه مختلفه، عبر عن الكرامه، بقى ايقونه التحرر والعزه والكرامه، واصبح كل من هو يطمع ان يكون عزيزا تتمسك بعض الوصف. ما انتسب الى اي مكان إلا وترتبط بالسعيد وعبد الناصر. وأنا أذكر وقعة يعني كنت في الجزائر في 2005. وكان أنا مشترك في مؤتمر عن ذكرى 60 للثورة الجزائرية. كان عاملين احتفالية كبيرة جدا على مستوى العالم. وشاركت في هذه الاحتفالية وجدت داخلة في القاعة المعضلة الكبيرة جميلة تحرير. جميلة تحرير. فأنا أول ما شفتها يعني عيوني دمعت. سيدة عظيمة ومعضلة مقاومة. أول حاجة كانت مصر ناصر. فارتبطت فكرة عبد الناصر بمصر. ومصر في حقبة تاريخية معينة بين
20 وبعدين لغايه 70. فعبد الناصر قال عنه جمال حمدان انه عندما وصفه قال ان الناصريه هي الوطنيه هي المصريه. يعني في توازن في الكلام. قال طبعا مفيش حد بيختلف عليه في جمال حمدان يعني مولود ومجموع كده في الوطنيه. فعندما يكون فارق فطبعا لابد مما نظرته الخلق يعني. الشيء الثاني اللي بنتكلم في هذا المحور عن مصر والنظام الدولي بعد ثورتين. النظام الدولي كان ايه وقت قيام ثوره 23؟ وحصل فيه تعديل ايه بعد الثوره؟ هو ده اللي لازم ان احنا نقف عنه. وايه المفاهيم الجديده اللي حصلت في النظام الدولي بعد 23؟ ده اللي يجب ان يلفت نظرنا، انه لو المسائل بتمشي عاديه والاحداث بتمشي عاديه كلنا عارفينها. لكن في محطات. النظام الدولي كان متعدد القوى في نهايه الحرب العالميه الثانيه. كان صغير. وبعدين حصل ان امريكا ظهرت بعد استخدام القنابل القنبلتين النوويتين في 6 و8 اغسطس 45 فدمرت اليابان فالنظام اتغير. الدول المحور اللي هي المانيا ايطاليا اليابان سلمت. فالطرف الدولي متعدد سلم. الطرف الدولي الثاني خارج الحرب مهزوم اقتصاديا حتى هو من مصر. امريكا على الطرف الثاني والاتحاد السوفيتي على الطرف الاخر. فبدات تتولى نظام دولي. القدامه مصرون على التشبث في الاستمرار في النظام الدولي. من هم القدامى؟ اوروبا. بيسموها بعد كده اوروبا العجوزه خلاص. وانهكت الحرب ودمرتها وهتلر جه دمرها. كانت النتيجه بالتالي انجلترا وفرنسا ما كانوا متشبثين. من 45 ل 55 كان النظام الدولي في حاله سيوله. وامريكا كانت بعد اعلانها ان هي تركت القنابل النوويه بعد التخوف. فهذه 10 سنوات انتقاليه. مصر ثوره 23 هي التي غيرت بناء النظام الدولي. كانوا متوقعين انه الثوره تبقى بهذا الشكل. كانت حركه بيضاء في الاول. استطاع عبد الناصر انه يتفاعل مع الشعب ومطالبه الحقيقيه بالعداله وبعد 48 يوم ولا واسقاط الملكيه محاربه الاستعمار في خطوات. امتى غير النظام الدولي؟ عندما اصدر ولايه الاستقلال الوطني محور دور مصر في الاقليم المنطقه العربيه والشرق الاوسطية كما يقال. هو انه اخذ قرار في عقد صفقة الأسلحة التشكيلية. لو احنا 55 لو احنا نتذكر انه الثلاثة هب والثلاثة بناء منها أول بند في البناء بناء جيش وطني قوي. لأن هو ده اللي هيحمي الاستقلال، هو ده اللي هيحمي الرؤية الناصرية في قراءة الإقليم والتعامل معاه. وبالتالي يعني على طول أعطى ضربة للأرض وبدأ يتجه للشرق وعقد أول صفقة أسلحة تشكيلية لإعادة بناء الجيش المصري. بعدها بخطوات طبعا احنا عملنا الأحداث بتاع غزة. بعدها بخطوات كان عايش في السد العالي فرفض الدخول. كانت النتيجة عدوان ثلاثي على بعد تأمين قرار السويس 26 يوليو. أحداث ماشية. في 26 يوليو تعرض بعد تأمين قرار السويس دي معركة الاستقلال الوطني. إخراج الإنجليز أول خطوة. ثاني خطوة تحرير الإرادة المصرية، استعادة حقوق الشعب المصري، تأمين قناة السويس. إيه اللي حصل بقى في بورسعيد؟ أن بورسعيد بالعنوان الثلاثي شهدت واقعة تغيير النظام الدولي. حيث خرج بعد عنوان الثلاثي بريطانيا وفرنسا والجهاد الصهيوني، الثلاثة دول اعتدوا على مصر عشان يستردوا القناة. فكانت النتيجة ايه؟ انه هزموا هزيمة مفزعة في
كانوش متخيلين ان الشعب المصري هيستطيع مقاومه هذا الكوانتس بس. فاللي حصل انه كانت بورسعيد هي المحطه التي تغير فيها النظام الدولي من نظام يكاد يسيطر عليه القدامه والعصبي الجديد اللي هو الولايات المتحده الامريكيه، وكانت النتيجه انه اوروبا العجوزه خرجت من النظام الدولي لتغير النظام الدولي بورسعيد. بالهزيمه المذيعه انجلترا وفرنسا كان سوريا ده اداه استخدم وقت ما استعمار الكبير هو اللي عايز ما تصرفوش من نفسهم. ف واداه عارفين ان اسرائيل مع محمود يعني دي موضوعه في المجال. فتغير النظام الدولي بدا ندخل في نظام دولي جديد قائم على ثنائي قطبيه في الاتحاد السوفيتي وفي الولايات المتحده الامريكيه. عبد الناصر قرأ هذا المشهد، قرأ النظام الدولي في طبعاته الجديده. ماذا فعل؟ قال لك ان احنا لازم نكون مستقلين زي ما سمعنا في الدرس الافتتاحيه انه دوائر السياسه الخارجيه المصريه دوائر منصفها عبقري. يعني عبد الناصر عنده يمتلك عبقريه حقيقيه، لانه لو احنا شفنا سنه احنا سننا تقدر بينا ونفهم يعني شويه. طب عبد الناصر اللي كان سنه 34 سنه ولا 35 سنه، هتقولي واحد في مصر حاليا عنده 34 سنه 35 سنه يستطيع تحمل مسؤوليه القيام بثوره واعداد دوله للتغيير كما حدث مع عبد الناصر؟ هتقولي لا، هتقولي نموذج ده. هذا النموذج نموذج فريد. ربنا يخليك. صح. وتشوفه كده زعيم وحاكم وللسنه بالنظام طبيعتك الله على نفسك. فيعني ايه؟ فبقول الحقيقه يعني انه خلوا بالكم من السن. يعني ناس في السلاسلات يعني بيديروا البلد وعندهم رفاهيه من هنا. لما حد اتحدث في فلسفه الثوره قال لي ايه؟ دايره عربيه. مصر جزء من العرب يربطها مصالح وتاريخ وامن. يعني من يشيل هذا الكلام في ذلك السن؟ هذا ادراك مبكر لدور اقليم مصر يتوازى والله لو ربطته بحتشبسوت. قبلها بحوالي خمس ست سنين. حتشبسوت كانت رؤيتها للدور الاقليمي لمصر عبقريه على خلفيه مياه النيل. راح احتلت كل الدول اللي حوالين مياه النيل ودخلت على اليمن والحجاز وفلسطين. حتشبسوت. عشان تعرفوا برضه العباقره بيتكرروا كل فتره. عبد الناصر كان عبقريا في ادراكه ووعي. عشان كده اتغير النظام. عشان كده اتغير النظام. عشان كده اتغير النظام في بورسعيد. حمل معه مشروعا للتغير ومشروعا لممارسه الدور الاقليمي مش لوحده. مصر رتبة قالت في ذلك الوقت انا كنت اقدر امارس دور مؤثر لوحدي حتى مصر. فبدا فكره العمل الجماعي العروبي والعمل الواحد. وبدا مفاهيم ترتبط بالاستقلال الوطني. وبدات فكره الحياد الايجابي وبدات مؤتمر بندوم 55 مبكرا، ثم تطور الامر في 61 حركه عدم الانجاز اللي ما بقاش تسمع عنها دلوقتي خالص، يعني احنا بنبيع اكثر من 120 دوله. وبعدين دخلنا في منظومه الرغبه الافريقيه اللي هي الدايره الثانيه. عمل منظومه الرغبه الافريقيه 63 واختار ولم يوافق على ان يكون مقرها كما عرض عليه القاهره. قال لا، وهذا عمق استراتيجي لو يدركه الاثيوبيون لخجلوا الان مما يفعلون مع مصر وشعبها. لانه اختار اثيوبيا. ليه اثيوبيا؟ لان كانت الدوله الوحيده المستقره في شرق افريقيا عندما قامت الثوره. كما استمعنا في كلام الاستاذ الوزير محمد باي. اذا غير بقى ان في ارتباط بين مصر واثيوبيا على خلفيه الكنيسه المصريه والكنيسه الشرقيه واشياء كتير جدا وتربطنا بيها. فاختار موقع اثيوبيا يكون مقر منظمه الوحده الافريقيه. هذه يعني طب هذه
طب هذا سلوك من عبد الناصر يعبر عن رؤية حقيقية لدور مصر ووضعها وكيف تستقبل. يبقى كان وكالة الاستقلال إنشاء كل التنظيمات التي وجدت بعد كده عندك مجموعة 77 دخلت المتحدة، واحنا بنتداول على النت عبد الناصر لما دخل وكيف هيموت في الجمعية العامة للمتحدة. كون تجمع عربي إسلامي بالمعنى الروحي وعالم ثالث في داخل الأمم المتحدة. ولو حد بيدرس عندنا احنا درسين الكلام ده في العلوم السياسية إنه السلوك التصويتي حوالين القضية الفلسطينية ثابتا من أيام عبد الناصر. ليه ثابت؟ بالعدد. شوف العدد، هو اهتز حوالي 15% بسبب كان جيل المستشفيات وانسلاخ مصر عن الدوائر العربيه والعالم الثاني وافريقيا بالذات. افريقيا بالذات كان ليله حرب 73 اكتوبر 73 كان 53 دوله 51 دوله اسف 50 دوله من ال 53 كانوا مع مصر. قطعوا العقاب لاي واحد دوله ليها علاقات مع اسرائيل الكيان السوري قطعته فورا على خلفيه ان هذه عندما قمنا بعمل الصبح مع اسرائيل بعد كده 77 وبعد 79 اهتزت هذه الارض حتى الان رغم الجهود المبذوله من الدوله في اعاده الضربه في بعض السياسات والتصرفات واللي اشار بيها في كلمته الدكتور هشام مدير الافتتاح. ده بيدل بدلاله قاطعه على ان مصر استطاعت أن تسهم بعبقرية ثورة 23 يوليو وقائدها وزعيمها جمال عبد الناصر في تغيير هيكل النظام الدولي. الهيكل يعني البناء أصبح طرفين ثنائي قطبية وبينهما العالم الثالث قائم على فكرة خمس مباني منها التعيش السلمي الإيجابي إلى آخره على المجالية على التنمو إلى آخره. أيضا من حيث التفاعلات انه ما يتمش حاجه في الاقليم خارج مصر. ما تذكر عبد الكريم قاسم لما دخل الكويت. حب يهتد الكويت. ايه اللي حصل؟ عبد الناصر وقف من خلال الجامعه العربيه وقال بره يعني بره وممنوع اي قوات تدخل المريض بالرسل. حيث يقوم مصر. عكس لما صدام حسين دخل ها؟ مصر كانت بتبعت له رسائل. كل يوم عمالين نذاكر رسائل الرساله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه دول عليه. فعايز اقول تغيير النظام الدولي من حيث البناء من حيث الفعاليات من حيث التاثير في السياسات العالم كله كان بيعمل حساب لعبد الناصر وصامر الدوليو على خلفيه اصرارها على ممارسه الدور وتحمل اعباء الدور. شكرا لك. شكرا شكرا جزيلا استاذ الدكتور جمال زهران. الان ادعو يعني الشاب الوسيم الافريقي الطلعه حسن المزاري وهو اللي يلتقي بقيد خالد المتنبي يقول فيه فمن حداثه عن حرم ممانعه قد يوجد الحرم في السودان والشيوخ. يعني هو شاب ما هو على مستوى الشيوخ الدارسة. حسن هو مؤسس جائزة جمال عبد الناصر في وزارة الشباب وهو مؤسس مكتب الاتصال الافريقي في وزارة الشباب وهو يعمل مؤقتا ليس موظفا سابقا في الوزارة ولذلك الرجولة ليست في الوظيفة ولا المنصب الرجولة في الدولة الرجولة في الضغط. تفضل يا بسم الله. شكرا جدا لك يا استاذنا مولانا السيد شرفني ان انا اتكلم اول من حضراتكم من السيد لصاحب الكلمات السماويه أيضا بس عايز أشيد بكلمة السيد أمين من عام المجلس كانت كلمة قوية جدا كانت كلمة
يعني طولة دروح مش طولة ليش نحصل غالي قبل ما تكون بس في العرض أو في البرزنتيشن في نقطة مهمة جدا في تفاوت جيلي أو تفاوت عمري ما بين الناس اللي بتشوف جماعة في مصر سواء جيل عاصر جماعة في مصر بشكل حقيقي وهو وجيل يعمل مدى صدق مدى مشيله جمال قام به جماعة في مصر حصل فجوة بتسمى فجوة زمنية أو فجوة عمرية مرتبطة بمصر يعني مصر نفسها دخلت في فجوة صحيحة ثم عدنا للجنة للأسف عدنا بوجود الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ما أعرفش هل في جلسة موجودة عن وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقة الجماعة في مصر بوسائل التواصل الاجتماعي دي مهمة جدا أنا كشاهد وفي شاهد جدا اللي عرفت الكلام اللي هقوله ده هو كلام صادم لكن هو كلام حقيقي الاجتماعي في الدوائر فعلا الاجتماعية للأسف في كوميكس بيتم قريتها ويتم كتابتها على جماعة في مصر كوميكس هو يعني كوميكس يعني تريقة بيستحضروا مواقف كوميدية في الأفلام ويحطوا عليها جماعة في مصر وفي الحقيقة هي كوميكس غير حقيقية يعني هو يعني بيستند على معلومات غير حقيقية أبسط حاجة أنا كنت شكلت في الموضوع ده كنت أخش في الموضوع ده بشكل سريع السيد النهارده من ساعة جديدة اسمها أو اسمها عادي مين عامل السابع الصفحة الخاصة بفيسبوك بمناسبة منشأة النهارده من ساعة بالظبط منشأة جريدة الأخبار بيقول وفاة الزعيم جمال عبد الناصر القائد الملهم الذي فقد السودان وفقد مش عارف ايه وسيناءه للأسف التمسك غير حقيقي من شيء معمول في الشغل يعني هو الشخص القائم على هذه الوسيلة للتواصل الاجتماعي حطها وهو ما قررش حتى طيب الحقيقة ايه؟ إن احنا طلعنا له المنشط الحقيقي للجريدة الأخبار وردينا عليه المنشط الحقيقي غير كده خالص قيس بقى ان وسيلة اتصال او وسيلة صحفية بحجم وبانتشار جريدة اليوم السابع مع احترامنا لينا بتبقى طب ما بالك بشباب لم يقرأ ولم يعرف عن جماعة عبد الناصر ولا يدرك اي حقائق تاريخية موثقة من العدو قبل الصديق بيقول كلام كده دي بس نقطة للتصريف دول انا اسف ان انا خرجت عن عرض موضوعي طيب بشكل سريع جدا احنا عملنا حاجه اسمها منحه زعيم جماعه عبد الناصر احدى الدول العظمى عامله حاجه اسمها منحه نيلسون مانديلا للقياده الافريقيه ونحن اولى بموسى منهم نيلسون مانديلا نفسه او الولايات المتحده الامريكيه نفسها كانت في صفوف نظام الفصل العنصري دلوقتي هم في ذكرى كان اعتقد في 2013 في وفاه حولوا منحه كانوا بيقدموها للافارقه باسم طيب واحنا اولى بموسى منهم وانا من 2013 حتى 2019 كان من جوايا تصور ان احنا يجب اطلاق برنامج فني شامل نستهدف بيه القيادات الشبابيه الافريقيه المفروض ليها طبعا والمصريه وان شاء الله الخطوه الجايه تكون اسيويه ولاتينيه في نقل تجربه جماعه عبد الناصر الحقيقيه التي لا يتم تسليط الضوء عليها اطلاقا وللاسف حتى هنا في المؤتمر كان لسه مهم يكون فيه محاور خاصه بالثقافه وخاصه بالتفاصيل المنحه اسمها منحه جماعه عبد الناصر موجود يا حسن موجود منحه جماعه عبد الناصر القياده هي في حاجه تم اطلاقها اسمها One Million World Meeting 2021 مبادرة أطلقها الاتحاد الأفريقي بيقول فيها إن إحنا عايزين نعد 100 أو مليون شاب أفريقي في أربع محاور التعليم والمشاركة ورياده الأعمال. طيب إحنا جبنا الخط ده بتاع الاتحاد الأفريقي وشفنا إيه اللي ينفع معانا في مصر
وشفنا تصور الدوله وتراكم الدوله تجاه افريقيا، وشكلنا برنامج اسمه برنامج منهج جمال عبد الناصر بيتماشى مع لو انتم شايفين في البرزنتيشن في كده شويه رؤيات مع رؤيه مصر 2030 مع اجنده افريقيا 2063 ومع اهداف التنميه المستدامه 2030. طيب منهج مصر لسه بينا جمال عبد الناصر وليه اطلقنا عليها جمال عبد الناصر؟ مش عشان احنا مصريين ولا بنحب جمال عبد الناصر، وانا انا لا اصنف نفسي كمصري، انا اصنف نفسي كمصري. وكما قال جمال حمدان هي المصر المصريه هي المصريه الصحيحه او المسوده الاولى لمصر العظمى. طيب الاسم استشفناه من اجنده افريقيا 2063 بتقول في اعتقد في اول تطور يجب تكريم وذكر النماذج او الاداء المؤسسين لمنظمه الوحده الافريقيه بكل فخر واعتزاز الذين يعني سبقوا وساهموا في انهاء الفصل العنصري وانهاء الاحتلال او الاستعمار بجميع اشكاله. جماعه عبد الناصر هو كان عمود الخيمه في منظمه الوحده الافريقيه. حاجه ثانيه، مصر تقدم العديد والعديد والعديد من المنح الخاصه بتأهيل القيادات الشعبيه او تأهيل القيادات الافريقيه، هذه كلها منح فنيه، مفيش منح سياسيه، يعني منح موجهه فقط للزراعيين، منح موجهه فقط للاعلاميين، منح موجهه فقط لكذا، احنا قلنا نعمل منحه فوقيه بتسلط الضوء بشكل فوقي على كل هذه الاشياء. المنحه تم تقديم ليها حوالي 1000 شاب وفتاه من كل الدول الافريقيه. حوالي 48 دوله شاركت في التقديم. معدل المتقدمين كان كله شباب ما بين 20 ل 35 سنه، هو ده سن الشباب للاسف، وده طبعا قدامنا ناس كتير جدا في هذا الشكل، ناس فوق ال 50 سنه وناس فوق ايضا ال 62 عام، وكانوا حابين يشكلوا اعتقد كان الدوافع اللي هم حضروا ما قام به جماعه عبد الناصر في فتره سباقهم يعني. كنا بنستهدف مين من المنحه دي؟ كنا بنستهدف صناع القرار القطاع الحكومي، كنا بنستهدف القيادات التنفيذيه، النشطاء في المجتمع المدني، وهنا نقطه مهمه جدا. دايما في العلاقات الرسميه والحكوميه بيتم استهداف القائمين على القطاع الحكومي. على الرغم من ان الهياكل الحكوميه والهياكل المؤسسيه في افريقيا المجتمع المدني في اوقات كتير جدا في دول عديده هو اقوى هيكليا من القطاعات الحكوميه. احنا استهدفنا ايضا المجتمع المدني، باحثين، اعضاء هيئات تدريس، اعلاميين، اعضاء نقابات مهنيه. طيب برنامج المنحه كان ايه الهدف الرئيسي من برنامج المنحه؟ ان احنا ننقل تجربه مصر في بناء المؤسسات، ودي تجربه مريره بتعاني منها العديد من الدول الافريقيه، وجمال عبد الناصر تخطى بها مصر او عدى مصر كبار الامان في مفهوم بناء المؤسسات. حتى المؤسسات التي حمت مصر 25 سنة، المؤسسة التي حمت مصر 30 سنة، المؤسسة التي حمت مصر في الكورونا، في كل تختلف هتفرق، مصر لديها مؤسسات عديدة هي التي حمت مصر في فترات عصيبة جدا. وبالمناسبة كان بمناسبة بالهم ده كان منهم، كان هو طبعا أكبر من لا للأسف أنا بقى دكتور هاخد حقي زيادة، لا أنا لازم أخلص تعبت في البرزنتيشن ده ومفيش شباب كتير يتكلموا فأنا عارف بس لازم نخلص اللي عندنا يعني. بسرعة يا خلي أقعد أصغر. حاضر. في مؤتمر بالهم كان منهم كلمة على الصعوبة اللي هتواجه، لأن هم كانوا كلهم شباب حاضر، الصعوبة اللي هتواجه الشباب القيادات الأفريقية الشابة هي بناء المؤسسات. وأعتقد جماعة عبد الناصر كان عنده على طول تطور زمني، تطور نظرة متطورة للأمور، عشان كده كان فكرة تطوير وبناء المؤسسات الأفريقية منهم على سبيل المثال الحصر بناء المجالس، المجلس الفنون
ممكن اعطي كان اسمها مجالس الجنون يا دكتور. طيب عملنا زيارات لوزاره الخارجيه المصريه وقلنا للشباب التوفيق محددات السياسه الخارجيه المصريه. عملنا زيارات للهيئه العربيه للتصنيع وورينا للشباب نموذج على سبيل المثال الفلسطيني نموذج القاهره الجنوبيه. دي طياره ما حدش يعرف وده برضه كان احدى الحاجات اللي تابعوها عليها الشباب على الفيسبوك لما الناس بدات تتكلم عليها مع ان اللي فينا في نماذج حيه موجوده نموذج حي مكان موجود وتم اختباره في الهيئه العربيه للتصنيع. وايضا في المانيا اعتقد في احدى المتاحف مش عارف اسمه كان ايضا هناك زياره للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. وبالمناسبه زياره الجهاز المركزي للمركز للتعبئه العامه والاحصاء كانت من اهم الزيارات لان انت سلطت الضوء على منشاه ومؤسسه كانت اعتقد في كل الاوقات اللي لم تكن حتى الان ليستند اليها صانع القرار. زيارة مهمة دايما خلناهم زيارة لي هلا انا عارف 15 دقيقة طيب يعني انا الناس عارف تسمع؟ في مثل هذا الموقف في اثناء اجتماع الاتحاد الاشتراكي حدث مثل ما تسمعون. قال الجمال عبد الناصر لو كل منا التزم بمكانه وتوقيتاته لن نسمع صوتا في القاعه. شكرا يا فيما يخص الانتماء القومي العربي
يزال هو الصورة الرئيسية والمرجعية. ألا ترون معي أنه في مجال الإفريق لا يزال هذا الرجل هو الخلفية المرجعية لكل عمل إفريقي. في المجال الإنساني وربط التبعية وفكرة عدم الانحياز وعدم الخضوع للقوى الكبرى، ألا يزال رمز جمال عبد الناصر اللي هو عكس الدليل في تجربة موسيفي في أوغندا وشافيز في أمريكا اللاتينية وغيره؟ هل تذكرون أن الشعوب العربية كلما غضبت على حاكم فاسد خرجت بصورة جمال عبد الناصر؟ حدث هذا في كل مرة تعرض فيها الوطن لانتهاك كرامة الإنسان، حدث في كل مرة تعرض فيها الوطن للعدوان، حدث هذا في كل مأزق لكل دولة عربية، أي دولة عربية. في اليمن رفعت صورة عبد الناصر مع دخول الحوثيين إلى صنعاء، ورفعت أيضا من الطرف الآخر، ومعنى ذلك أن هناك مماحكة طويلة حول جمال عبد الناصر. مشكلة العالم العربي في الحقيقة أن الذين تبنوا عبد الناصر لم يصنعوا تنظيمات قادرة على الحفاظ على النقاط الذي يمثله. النقاء الذي تمثل كما قيل في الجلسة السابقة في إبداية النظيف ولاية القاهرة، الرجل الذي يعني كان يذهب إلى البنك من أجل أن يزوج ابنته بخرط، يعني مشكوك كيف نقارن بين هذا وبين ما يجري في عالمنا العربي، مع العلم أن العالم العربي الآن أغنى آلاف المرات من زمن جمال عبد الناصر، والمال لا يصنع دورا ولا قيادة إقليمية، للذين يملكون أموال البترول والغاز سيكونون قادة للعالم العربي، ولا الذين يملكون محطات الإعلام سيكونون قادة للعالم العربي. قيادة العالم العربي كما ذكر الدكتور وهو درس شخصية كبيرة وهي مالك بن مالك، وهي شخصية فيها من تحليل المواقف التاريخية الشيء الذي يؤكد أننا لم نقرأ أنفسنا ولم نقرأ تاريخنا ولم نقرأ بطلنا وزعيمنا. طيب، في الآونة التي تشتد فيها المؤامرات وتحدث فيها الفتن الوطنية والطائفية، نحن نذكر جمال عبد الناصر والكاتدرائية في العباسية التي وقفت الدولة وراء بنائها لأن لها دور في إفريقيا، كنيسة الإسكندرية وسائر إفريقيا، وهو الذي طور الأزهر، وكرك المتخصص أعلن أن الأزهر كان يضم في أروقته 300 دارس من الدول الإفريقية، الآن نيجيريا فقط لديها 7000 دارس في الأزهر الشريف. جمال عبد الناصر إذن هو كما ذكر حسن هو تحويل الحلم إلى واقع، مؤسسات العمل إلى مشروعات. وفي اللحظة التي نعيشها وفي ظل الفيضانات التي اتسحت الأراضي السودانية، يقبع المصريون في أمان من أمام السد العالي، ومع ذلك خرج من الذين تعلموا في مدارس عبد الناصر وعملوا في الجامعات التي بناها عبد الناصر وعولكوا في المستشفيات التي بناها جمال عبد الناصر. واحد انا رديت عليه كان يكتب في الاهرام المقارن من هندسه القاهره بعنوان لو كان السد العالي رجلا لقتلته. انا قلت له والله لو كنت رجلا لقتلته. الامم المتحده كان لديها برنامج في لوح الجيل يتعلق بتوصيف
تقرير علمي لأهم 100 مشروع اقتصادي في العالم، وانتهت لجنة من كبار علماء التنمية والاقتصاد إلى القول بأن السد العالي هو أكبر مشروع تنموي في القرن العشرين بلا نزاع، يعني لم يختلفوا عليه. لم يوجد بين لجنة من 100 خبير من جميع دول العالم الكبرى والتي لها دراية في علوم التنمية من قال لا، ده نمرة 2، السد العالي نمرة 2. ومع ذلك خرج من يطعن في السد العالي الذي يشرب ماءه لمجرد ان هو ايه؟ ان اللي بقي من عبد الناصر وهو اكره او احب كما تشاء، يعني كما يقولون انما تبكي على الحب النساء. يعني ايه الست اللي يصعب عليها كده الراجل هيطلقها وبتاع، وربما لو طلقها يعني تؤدي دورا اعظم 100 مره من اللي كانت بتؤديه وهي طابعه تسيطرت. هنا انا اذكر واقعه بسيطه مع واحد كان يشغل منصب رئيس مجلس الشورى في مصر، وكنا في مناظره في وزاره الشباب حول ثوره 23 يوليو ومكث يسبه في جماعه عبد الناصر، ومفروض ده مناظره هو هيتكلم ساعه وانا هتكلم ساعه والشباب هيناقشوه هنا في المركز اللي جنبينا اللي هو بتاع التعليم المدني اللي كان زمان حداد القاهرة. وقعدت هو راجل كبير قوي وانا كنت وقتها مثلا 35 سنه ولا حاجه. فانتظر ان هو يخلص، دخل على الوقت بتاعي زي حسن كده ويتحايل عليه النائب الوزير ان هو يعني يديني فرصه للكلام، فما ادانيش فرصه. فقلت له ايه؟ يعني في قواعد وفي نظم. فقال لي لا تطرق على المنضدة، انا رئيس مجلس انا الذي اطرق على المنضدة. صوته ساكن واحتاج الى كوب من الماء، فجابوا له في كاس وكان في الغنى في كاساتر وجابوا في ازايز من اللي هي من الصفران وقتها. فجابوا كاس جميل قوي ورفيع المستوى وغالي، وانا راجل فلاح وغلبان والحاجات دي. فالمهم جابوا له الكاس ده، فانا قمت شلت الكاس من قدامه وحطيته قدامي، وبعد كده خدته وقعدت اشرب فيه بالراحه. فقال لي انا الذي طلبت الماء، هو كان اديب ومتقاعد في اللغه العربيه، انا الذي طلبت الماء. قلت له يعني طلبت الماء مندمس من بحيره ناصر. مع الفلاحين. ادي موقف، موقف اخر في البرلمان الافريقي، نائب من ليبيريا الشقيقه، وهي ليست شقيقه قوي يعني، لانها قاعده امريكيه واكبر دوله عندها علاقات مع اسرائيل. تقدم الى البرلمان الافريقي بمقترح يعني دخول اسرائيل الى البرلمان كمراقب. فانا وقفت طلبت الكلمه، فقالوا لي يعني انت ما قدمتش طلب من بالليل يعني. قلت لهم معلش انا هتكلم يعني هتكلم. عملت زي حسن. والله فتست دقيقتين. سالتهم الاخوه النواب الكرام، هل ترون ان هذا المقترح يتوافق مع الالتزام المبدئي للقارة الإفريقية منذ أيام عبد الناصر ومانديلا وكوامي نكروما وجومو كينياتا بالقضية الفلسطينية، أم أن الموافقة على هذا المقترح يمثل خيانة لآبائنا المؤسسين؟ فرئيس الجلسة بص كده، لا الناس كلها لا 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 لا، لا، ولم يعرض المقترح. إذن عبد الناصر كما قال أستاذنا حاضر، نحن الغائبون، علينا أن نبحث كيف نعود، كيف نعود نحن. شكرا لكم. الجلسة القادمة مباشرة تكون على الوقت. الجلسة الاقتصادية.
ولا نحتسب كده.